مباراة اليوم كيف شوف مباراة اليوم المغرب؟ نقولوا والله بالتوفيق وان شاء الله ياخذوا الكاس. حينا والله يا زلمه بكلمه اقول لك تعال يطلع كلمه تغطيه. لا لا جيت والله يا ريت غطيت الجوال. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي، الفوز المقنع الثاني على التوالي، وألف مبروك ترشحهم للدور النصف نهائي، وإن شاء الله نشوف منهم أداء أفضل وأفضل، إن شاء الله الطموح يكون أكبر وأكبر. هو الحمد لله يعني أول منتخب عربي يوصل للدور هذا، لكن إن شاء الله نطمح منهم أنهم يوصلوا أكثر من هيك. ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي والوطن العربي والشعب المغربي بالكامل. شفت نتيجة مباراة اليوم؟ والله مباراة كبيرة، أول مرة في تاريخ الوطن العربي منتخب المغرب يمثل العرب كلهم في دور الرباعي، هذا إنجاز غير مسبوق للعرب، فرحونا، فرحوا الوطن العربي من المشرق إلى المغرب. الله أكبر، الله أكبر على المغرب، الله أكبر، واحتمال في النهائي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله. مباراة هي روعة الروعة، روعة الروعة، ونتمنى أن الفرق الأخرى العربية أخذنا مسار المغرب، ونتمنى لكل العرب النصر والتقدم إن شاء الله. بادرة طيبة الشاشات هذه، بادرة طيبة والله ما شاء الله. المغرب يعني دروا خذوا حظوظهم يعني، وما شاء الله أمنوا بحظوظهم وفازوا يعني ما شاء الله يعني. ورغم أن البرتغال يعني كانت أقوى وكانت هجماتها أكثر، لكن المغرب حاولت كيف تصد الهجمات وفازت يعني الحمد لله ما شاء الله. والله نحيي منتخب المغربي على الأداء الممتاز هذا، وإن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينصر الإسلام إن شاء الله لأداء الدين هذا. تمام إن شاء الله ربي، إن شاء الله بعون الله الكاس مغربي، وإن شاء الله مع النصر الله صبر ساعة يا أخي. للكرة العربية والكرة المغربية لأول مرة في التاريخ راح يتأهل منتخب عربي من أكثر من 100 عام يعني. نحن فرحين زي ما يفرح المغاربة، ويعتبر هذا إنجاز للعرب كلهم والليبيين بصفة عامة يعني. نبارك للمغرب ونبارك للشعب الليبي كله والشعب المغربي والشعب العربي، إنجاز تاريخي يستحق كل التقدير. مباراة حلوة، نشهد بالله أنهم يستاهلوا، وإن شاء الله على الكأس بإذن الله تعالى ويستاهلوا.